مختلف، يوم جميل أنا أسميه اليوم الجذري أو يوم التغيير الجذري. في قرار درسته مع نفسي وشفت وركزت على توابعه بشكل كثير، وقررت أنه يصدر اليوم. أنا أتمنى منكم أنكم تركزون معي في القرار اللي بقوله لكم للمصلحة العامة ولمصلحتي أنا. أصدر القرار هذا رسمياً، شطب المتاجر الماسية حتى إشعار آخر. شطب من المزاد ومن أنك تكمل فيها كمتسابق. أتكلم عن 10-3 ساعات، وأتكلم عن المليون شجرة، وأتكلم عن متجر سرة للصناعات الغذائية. أحد عنده أي اعتراض؟ شطب من أنها تدخل في المزاد، خلوها على جنب حتى إشعار آخر. ممكن الإشعار الآخر يكون بعد 5 دقائق، ممكن الإشعار الآخر يكون بعد كم؟ بعد سنة. يبقون هم على المتاجر. كيف؟ يبقون الأشخاص على المتاجر. ولا يبقون الأشخاص ولا شيء، تزاح على جنب. لا ليش؟ مسلط الجبلي، مشارع عمر، علي الجعيدي، يخشون مع أخويهم في المتاجر الباقية بعيدة عن المتاجر الماسية. طيب كيف نأخذها؟ متاجر ماسية بناء على ايش؟ تشطب. انت تبغاها؟ ها؟ انت تبغى تاخذ واحدة من المتاجر؟ انا اسأل كيف يعني الحين تشطب من المتاجر دي كلها؟ الى الان حتى اشعار اخر تشطب. اها. والاشعار الاخر قلت لك بعد 5 دقائق ممكن تشطب، بعد سنة بعد ما ندري. اطلاقا. وصلت الفكرة؟ وصلت الشباب؟ اصحاب يعني المتاجر الماسية وصلت لكم الفكرة؟ كل شيء تمام؟ اتمنى القرار يكون قرار متخذ بعناية كاملة، أتمنى أن يكون قرار مفيد وللمصلحة العامة ولجميع المتسابقين. فضل زايد. يا حبيبي نتفهم عربي. تشطب تشطب خلاص كنسل. لا هي عندهم ولا هي عند غيره. كنسل. طيب يا شباب خلونا نخش في الموضوع. أحد يسألني عن الأسباب، ممكن تكون أسباب شخصية، ممكن تكون أسباب مصلحة عامة. أنا بعلمكم. من الأسباب. من حقنا نعرف. من حقك تعرف، ولكن سياسة فقرة وسياسة برنامج. طيب خلوني أذكر.